lunch, yeah. Cause I got a hunch, girl. رمضان كريم وتحية طيبة لكل المشاهدين من كارفور سيتي سنتر الحزمية طيلة شهر رمضان المبارك. طبعا عم نطلع عليكم يوميا بأطباق شهية ولذيذة للمائدة رمضانية. اليوم طبعا بترفقنا ضيفتنا اليمامة. اليمامة اللي دايما عودتنا على الأشياء الطيبة، على الأشياء المميزة مثل معجون الطماطم، رب البندورة، خل الأبيض، خل التفاح، دبس العنب، دبس الرمان، أصناف عديدة وعديدة، خل البلزميك. يعني فعلا اليمامة ضرورية بكل بيت تتكون مميزة عن غيرها بطعمتها وجودتها ونوعيتها. وطبعا برفقنا غندور، غندور اللي زيت هو زيت نباتي، برفقنا بنكهته الأربعة، غندور اللي المدعم بالفيتامين إي، بيتحمل قلي أكثر من 13 مرة. عندنا الصويا والكانولا وطبعا دوار الشمس اللي هو سان فلاور، واكيد الكورن الذره. زيت غندور للي ما بيعطي طعمه ولا ريحه بالاكل، طعمه مميز جدا، واكيد دائما اكلك ما بيعلى عليه. طبعا غندور هو الافضل بالماكولات وبالتحضيرات. خلينا نشوف نحن الطبق الاول من شو مؤلف ونعود معكم. مكونات شوربه الذره: كرات عدد 2، كرفس عدد 2، كوب ذرة صفراء عدد 2، لتر مرقة الدجاج، نصف لتر كريم حيواني، أوريغانو رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. طبعا مشاهدينا من اطيب الشوربات هي شوربه الذره، الذره اللي هي سويت كورن او مايس بيقولوا بالفرنساوي. طيب كثير هالشوربه تكون موجوده يوميا على طبعا مائده الرمضان. نحن عندنا هون الكرات والكرافس، بدنا نفرمهم فرم ناعم، دائما هول مطيبات اللي بتعطي الشوربه نكهه مميزه وطعم لذيذ جدا. الكرات والكرافس كثير مهم نستعملهم. وطبعا نحن رح نستعمل زيت غندور، زيت دوار الشمس من غندور مناسب للقلي وللطبخ، ويضيف قرمشه طبعا رائعه الخضروات. وهون نحن رح نضيف الكرات والكرافس واكيد غندور ما بيعلى على اكلك. هون نحن ماشي الكرات والكرفس على النار، وطريقه كثير سهله شوربه الذره. مشاهدينا دائما بقول لكم ما تعتلوا هم اذا كنتوا عندكم طبق من الشوربه. طبق من الشوربه هو طبق سهل، طبق رائع جدا باضافات بسيطه. نحن وقت نضيف الكرات والكرفس وندبله على النار، وطبعا رح نضيف الذرة الصفراء، الذرة الصفراء اللي طعمتها طيبة كثير، طعمتها مميزة جدا، وأكيد بس نطحنها حتعطي نكهة وإضافة مميزة جدا. أكيد الكرات والكرافس مثل ما شايفين بقلب الطنجرة. رح ضيف أنا الكورن، سويت كورن أو الذرة الصفراء. هون لكن نحن الذرة الصفراء مع الكرات والكرافس، وأكيد الملح والفلفل، رشة من الأوريغانو، تحريك مستمر. شوربة سريعة ما بدها وقت كتير، طعمتها طيب كتير. أنا هون رح ضيف مرقة الدجاج. فينا نحن نسلق الدجاج مع مية قطرية ونستعمل ميتها، وفينا نجيب مكعبات وندوم المي سخنة حسب ما توفر عنا من سرعة أو كان موجود عنا كمية الدجاج للسلق.
هون صار مزيج هالشوربة جاهز. وطبعا رح ننتقل للطبق الثاني اكيد، نحن رح نضيف له الكريمه ونطحنها ونسكبها ورح تشوف اللون ورح تكون طعمتها مميز جدا. يعني انا بنصحكم تجربوها اليوم، واكيد رح نشوف الطبق الثاني من شو مؤلف. مكونات سلطة الشاورما: خس عدد واحد، باقد روكا، بندورة حمراء عدد اثنين، كوب ذرة صفراء، ربع كيلو شاورما لحم منقوع، كوب طراطور جاهز، نصف كوب دبس الرمان، كبيس خيار عدد أربعة، بقدونس رشي، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن أكيد مشاهدينا رح نبلش اليوم بطبق سلطة الشاورما، كمان سلطة جديدة طيبة نكهتها لذيذة وشهية وكمان هيك جديدة وفريدة من نوعها. يعني اليوم أكيد نحن معودين ناكل الشاورما ناكلها ساندويش، ناكلها صحن، ناكلها كطبق أساسي، ولكن اليوم نحن رح نستعملها كسلطة وهيك نعطي نكهة طيبة. طبعا الخس اللبناني اللي موجود عندنا بدنا نحن نفرم هالخس، بدي أفرم الخس فرم يكون فرم خشين وكمان مباشر نحطه بقلب الصحن. كمان في عندنا نحن الروكا الخضرة كمان بتعطي طعمة طيبة. في كتير ناس بتحب تاكل روكا مع اليخني مع السلطة مع الساندويش. كمان نحن لحم نضيف هالروكة الطيبة كمان بدنا نضيف البندورة هون لكان البندورة الحمراء بهالطريقة. نستعمل أطراف البندورة حتى تتماسك مع اللحمة تصير مشكلة مثل اللحمة هيك، كمان شكل جميل. القلب ممكن تستعملوه للطبخ، بتفرموه بالبلندر أو بتقصوه مربعات وبتزتوه على أطباق اليخني. طبعا ما في شيء بينكب بالمطبخ، لازم نستفيد من كل شيء. دائما البندورة بتعطي مي، بنمسحها بمحرمة نظيفة. ومن ثم كمان عنا نحن التراتور تحت نعطي طعمة طيبة. هون نحن عنا الشاورما هون الشاورما الشهية وأكيد بدنا نستعمل تراتور شهي. نحط تراتور، انا هون رح اضيف للتراتور شويه مي، عصير حامض والملح وتحريك تنصل على صلصه التراتور شوي تكون ما تكون سميكه كثير بدنا ناعمه. هون نحن بدنا يكون شوي تراتور. صباح الخير، اهلا وسهلا، رمضان كريم، يا هلا. هون بنحرك تحريك بهالطريقة، وأكيد ما ننسى الكبيس اللي بيعطي طعم طيبة. بدنا نقصها بهالشكل حتى تعطي طعمة كأنه عم ناكل ساندويش، ولكن بطريقة السلطة. سلطة كتير طيبة ومميزة، في حال كان عندكم ناس رح يكونوا سعداء إذا انتم اليوم في عنا شاورما سلطة، حيكون في شيء جديد بالنسبة لهم.
واكيد نحن عنا هون البقدونس كمان بدنا نفرم. ترش على الوجه. واكيد بهالوقت مشاهدينا نحن رح نروح لفاصل صغير ونعود معكم بعد الفاصل تنكفي نحن وياكم صارت الشاورما وطبق جديد كمان. انطرونا. وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا وأكيد سلطة الشاورما سلطة شهية جدا مثل ما شفتوا طريقة كتير سهلة كتير متواضعة. خس روكا بندورة طبعا أخذنا نحن الغلاف الخارجي من البندورة الكبيس وأكيد الشاورما اللي هون نحن طبعا الشاورما فينا نجيبها جاهزة فينا نحن ننقعها أكيد مرقت معنا بوصفات سابقة لأنه أهم شيء بالشاورما يكون نقعة الخل والمسكي والحب الهيل اللي بيعطي الطعمة الأساسي دايما بهالسلطة الطيبة. بهالوقت الشاورما عم تستوي الشوربة على النار. خلينا نشوف طبق الثالث. طبق الثالث كمان اليوم لمحبين الباستا باستا شهية جدا. خلينا نشوف المكونات. مكونات باستا بني بالخضار نصف علبة باستا بني بصل عدد واحد حصتوم عدد ثلاثة كوسة عدد ثلاثة باذنجان عدد واحد فطر حب عدد ستة كوب ذرة صفراء لتر بندورة مطحونة حبق أخضر رشي ملعقة كبيرة رب البندورة أوريغانو رشي ملح حسب الرغبة وفلفل حسب الرغبة. لكن مشاهدينا الباستا البني نحن جينا سلقناها الخضار كلها موجودة قدامنا 1-2-3 يعني اليوم وقت نحن بدنا نستعمل شيء هيك شهي وسريع دائما يكون كل شيء مجهزين. جهزوا الغراض قدامكم حطوا كل الغراض قدامكم يوميا وبتلاقوا عندكم تحضير الإفطار بشكل سهل وسريع وما بتحسوا حالكم مضايقين لو بيكون عندكم 30 شخص. امشوا على طريقة المنيو أيدوا كل شيء كل يوم بيومه شو بدنا نعمل اشتروا الغراض خلوا دائما عندكم بالبراد بالخزينات مونة مأمنة وهيك بصير عندكم الشغل سريع. طبعا التحضيرات كثير مهمة. هون البصل أنا دائما بحب أفرم البصل جوين إحنا لأنه بيدوب على النار وبيعطي نكهة طيبة وشكله شهي وأكيد الثوم هون البصل والثوم يا سلام. أنا هون رح ضيف أكيد رح ضيف زيت غندور دوار الشمس اللي بيعطي طعمة طيبة يعني فعلا زيت دوار الشمس ما فينا نتخلى عنه أبدا وأكيد لأنه ما بيقلع أكلك مع زيت غندور نكرر مرتين ندعم بالفيتامين إي وفينا نستعمله بالقلي لأكثر من 13 مرة فعلا شيء مهم كتير. هون نحن عنا ولا البصل والثوم هيدي هون عنا نحن شوربة وطبعا الشاورما ريحتها رائعة جدا التتبيلة بدها بعد نكزة. رح نبلش نحن نقطع الخضار الباذنجان هش مبدئيا نحن فينا نخلي القشرة السوداء من برا بالعكس تطلع طعمتها طيبة. رح قصها لمربعات صغيرة حتى نخلي الخضرة كمان عم تقرش ما نستويها كتير ونحط كمان مع البصل والثوم. هون نحن عنا البصل والثوم رح ضيف أنا الباذنجان قطعناها لمربعات كمان رح ضيف الكوسة الكوسة رح قصها كمان لمربعات الكوسة اللي بتعطي قرشة طيبة كتير بالباستا وخاصة كمان إذا دبلناها. أهلا وسهلا أهلا وسهلا رمضان كريم. هون كمان رح نضيف
الكوسة، زوكيني أو كورجات، كمان الفطر. هون الفطر رح نقطعه إلى أربعة. كمان مع الخضار والذرة الصفراء. اليوم صعبة أطباقنا كلها فيها ذرة صفراء. والحبق الأخضر. طبعا اليمامة عندها ذرة صفراء شهية. وطبعا زيت غندور دوار الشمس عم بضيف نكهة شهية ولون رائع. اليمامة منتوجات كتير مشاهدينا. الخل الأبيض، خل العنب، دبس الرمان، خل التفاح، شراب الجلاب، طبعا ماء الزهر وماء الورد لكافة الاستعمالات، شراب الورد، وأكيد الصويا صوص نستعملها لكافة المأكولات الاستوائية والأكلات المميزة. وغندور بأصنافه الأربعة اللي هو نحن عنا زيت الذرة، دوار الشمس، والصويا، والكانولا، خالي طبعا من الكوليسترول ومدعم بالفيتامين اي، ومن اجمل انواع الزيوت. شركة غندور إلى 161 سنة، يعني إذا بنرجع للأجيال لورا، جيلنا جيل بي، جيل جدي وجيل بي جدي، أربع أجيال توارد، ممكن كمان تكون خمسة في حال إذا حدا كان متجوز بكير، فبتصير حسب. هلا حاليا مشاهدينا نحن بدنا نشوف الشاورما صار جاهزة. هون عندنا نحن الشاورما للسلطة. أوه. ما في خبركم الريحة شو طيبة، والخضرة هيك شهية. وأكيد نحن عنا هون الطراطور جاهز رح نستعملها للسلطة. كمان رح نستعمل، نحن ذكرنا المكونات، دبس الرمان، هون كمان رشة الذرة الصفراء، وطبعا دبس الرمان من اليمامة اللي بيعطي نكهة ولا أشهى. فعلا دبس الرمان اللي حطينا منها فعلا ولا أشهى ولا أطيب. أنا بنصحكم تجربوا دبس الرمان اليمامة، فعلا نكهة مميزة جدا. هون صار عنا الطبق الأول أو الطبق الثاني من السلطة جاهز. وأكيد هون عنا نحن الذرة الصفراء رح نضيف لها الكريمة، رح أرجع عيدها بشكل سريع، الكرات والكرافس، وضفنا الذرة ومرقة الدجاج والملح والفلفل والكريمة. وهون عم نطحنها بنفس الوقت. كمان هون عنا نحن البصل والثوم، وضفنا الكوسة والباذنجان والفطل على طبق الباستا، باستا بيني. نحن سلقنا الباستا، دايما تأكدوا انتوا عم تسلقوا باستا كم دقيقة موجودة على العلبة، وسلقوها أقل بدقيقة أو دقيقتين. ليش؟ لأنه بس نرجع نسخنها بالصوص ترجع بتستوي وبتضل شكلها واقف وطعمتها مميزة، لأنه إذا كان في أوفر كوكت للباستا بتطلع كلها عجين. فدايما تأكدوا أنه تكون الباستا مسلوقة على قد الوقت المؤيد على العلبة. شوربة الذرة اللي هي شوربة شهية جدا فعلا، مثل ما شايفين بس يكون عندنا الهاند بلندر أو المطحن اليدوية تنطحن كل شيء سريع، بتسهل علينا الأمور. وهيك هالطريقة كتير حلوة، ما بتطرتش لبرا، فمثل ما بقول نمشي على الطريقة سهلة وسريعة. هون الذرة الصفراء عم ينطحن، الذرة الصفراء فيه طعمة، بيجي شوي فيها سكر، يعني الشوربة من احنا عم نشربها لحنا نبسط فيها هنحس بالطعم مميز. وهون طبعا خلينا نسكبها، وأكيد هون لكن احنا
لحتة نحن عم نسكبها رائعة جدا. شوربة الذرة، الذرة يا سلام. وهون نحن عندنا كمان صلصة البندورة أو الطماطم، عم نحركها منيح مع إضافة الملح والفلفل وخليها تغلي شوي. كمان أنا هون في عندي البقدونس، بقدونس مع صلصة الشاورما حتى نعطيها حقها مزبوط. وأكيد مشاهدينا رح نروح لبريك ونعود معكم، انتظروا. وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا، وطبعا بنهاية الحلقة اليوم مثل ما شفتوا طبق سلطة الشاورما كان رائع جدا، ما في خبركم يعني واحد زبلش فيه نو ستوب وقت الافطار. شوربة الذرة طعم مميز جدا، لذيذة وشهية، بناكلها فعلا بناكلها بشهية وبنحس حالنا مبسوطين. هون الباستا، طبق الباستا للي حطينا البصل والثوم والباذنجان والفطر وطبعا الكوسة والذرة الصفراء، وعندنا هون نحن الباستا للي سلقناها، فرح نضيف هالباستا مع هالصلصة الطيبة هون، هالصلصة الطيبة بالخضار، يعني فعلا بنحس حالنا نحن عم نتناولها عم ناكل شيء طيب وشيء شهي. هون رح نسكبها للباستا، واكيد الاولاد رح يحبوها والكبار والصغار، طبق شهي. الخضار اللي فيها بقلب الباستا حتعطينا نكهة ومذاق رائع جدا. وجهزنا الصحن هون، يا سلام رح ناكل طبق باستا نتلذذ فيه شهي ومميز وما اخذ معنا وقت كثير، والخضار اللي فيه هي كنايه اعطيتنا بديل على كل شيء هون طبعا. وننتقل هلا على الطبق الرابع، خلينا نشوف الطبق الرابع اليوم، طبق من الحلو كمان سهل وسريع وبيتحضر معنا بطريقه سهله وسريعه. خلينا نشوف الطبق ونعود معكم. مكونات مفروكه الفستق، كوب فستق حلبي، نصف كوب عجينه المفروكه، نصف كوب قطر، كوب قشطه، وزهر الليمون للزينه. طبعا نحن هون عندنا الفستق الحلبي المطحون، يا سلام، وعجينه المفروكه تبع الكنافه لازم تكون قد نص الكميه، وهون عندنا القطر، قطر دائما القطر كل كبايتين سكر كبايه مي، ومن ثم بنحط له عصره حامض صغيره، واكيد نستعمله بنحط له ورد من اليمامه او مزهر من عاد نعطيها العطر الحلو. هون رح نضيف الموارد، دائما الفستق الحلبي من اليمامه بس شم هالريحه الحلوه، يعني فعلا ريحه بلديه رائعه جدا بدون ما بتحافظها. هون لكن موارد من اليمامه هون، ما في خبركم المزيج كيف صار مميز جدا. عجينة تعطيها تماسك، لاحظنا كيف عجينة الكنافة أو عجينة الفرك، نحن طبعا نخلطها تدريجيا تنحسها صارت مثل عجينة الكبة متماسكة على إيدنا، وأكيد الفستق الحلبي حيعطيها اللون الأخضر. هون ندعكها مزبوط، واكيد القشطة عندنا نحن جاهزة. خليها تاخذ بعضها البعض، بس ندعكها بصير القطر يتغرغل فيها مزبوط. وهون حيلا يكون عندنا قالب شكل
هيك مميز. ومنحط ورق اثنين هون. منضيف القشطة هون لكن احنا منحط ورق اثنين وخشخاش فينا نجيبها من الماركت. والكيسي شكلها حلو طبعا. اكيد الفستق الحلبي طعمه طيب والقشطة بقلبه. وهي دائما برمضان اذا ما في قشطة، القشطة اللي هي بتزين موائد رمضان يوميا، يعني فعلا اذا ما في يوميا على المائدة قشطة ما بنحس حالنا بالمائدة الرمضانية. هون نحن عندنا هالقشطة الشهية. الأكيد القشطة بقلب، القشطة بقلب القالب هون بهالطريقة نكبسها بإيدنا. طبعا فينا نعمل كمية أصغر، نكبسها سهلة سريعة. وأكيد نحن هون نكبسها بإيدنا. طبعا ورق اثنين بتساعدنا كتير حتى نعطيها الطابع المطلوب. وهون نحن رح نضيف قشطة على الوجه حتى هيك نعطيها هالغنى. هون كمان شوية زهر الليمون. وأكيد ما ننسى دائما اليمامة بتعطينا أفكار عديدة. عنا هون كمان فينا نزين باليمامة، كان عصير رمان و أو شراب الورد. وهذا الطبق صار جاهز. أربع أطباق اليوم شهية مشاهدينا، أخذتوا فكرة سريعة تقدروا تحضرون اليوم ويكون هيك في طعم لذي وشهية. أكيد نتمنى لكم إفطار شهي. وطبعا اليمامة اللي بترفقنا يوميا مع غندور، نتمنى لكم يكون نهاركم حلو. وشكرا لزيت غندور بأصنافه الأربعة اللي دايما فعلا إيدنا اليمين بكل شيء. وكرفوت مطعة التسوق والنظافة والترتيب، يعني فعلا هالمكان الشاسع اللي شايفينه هون هو كارفور. إلى اللقاء وألف صحتين. We'll be right back.